طيب ماشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتكم البراشو. امبارح بالليل تحديدا الساعة 1 2 مراسلين من 2 جرايد مختلفة في مصر راحوا سجلوا مع سيدة قاعدة في الشارع مش قادرة طبعا تتكلم نظرا لبرودة الجو ووضعها الصحي الصعب طبعا، فهنحاول ان احنا نكون معاها لحظة بلحظة. حامل في الشهر التاسع جوزها رماها توفقا لكلامها. مش دي المشكلة، هو جوزها رماها في الشارع والناس بتعترف عليها وتجيب لها بطاطين. بس قبل ما ابتدي الفيديو وقبل ما اعرض لكم الفيديوهات بتاعت السيدة دي اللي بجد انا زعلت عليها، مش زعلت عليها مش الوضع بس بتاعها، لا من المراسلين اللي كانوا بيسجلوا معاها اللي ما يعني ما احترموش رغبتها ان هي عايزة ترتاح ولا هي عايزة تنام، ومصممين ان هم يكملوا الحوار بتاعهم للاخر وهي مش قادرة، هي عايزة تنام. خطأ مهني وقعوا فيه، اتمنى ان هم يعني يتفادوه المرة القادمة لما تيجي تسجل مع حد وعايز ينام. احترم رغبته، النوم اهم من التسجيل بتاع حضرتك والبث المباشر اللي هتعمله، النوم اهم من الفلوس، اهم من اي حاجة تانية. مش هطول عليكم، انا هعرض لكم الفيديو ولكم حرية التعبير، لكن انا وفقا لي انا كالبراء شو انا ضد التصرف ده. كفاية يا جماعة متاجرة بالغلابة، احنا بنتاجر بالغلابة بطريقة بقت صعبة قوي. كفاية كفاية يعني بجد كفاية، يتساعدوهم يتسيبوهم في حالهم، دول عيال الله يعني، ارجوكم بلاش تستغلوهم اكتر من كده. تعالوا نشوف الفيديو، لكم حرية التعبير والتعليق فيما يخص الفيديو ده. مساء الخير كل متابعي اليوم السابع، هكون معاكم محمد قاسم في لايف جديد مع ست هناء كانت مشردة بلا مأوى وتنام في الشارع بقالها مدة اسبوع وحامل، والمفروض ان هي هتضع مولودها بعد 5 ايام. مساء الخير يا هناء، قول لنا بقى ايه اللي حصل معاك النهارده؟ عرفت في المستشفى بس لسه في قضي وقت. قالوا لك ايه؟ عرفت قضي وقت اللي بدي قضي وقتي. رحت المستشفى المنيره؟ قالوا لك ايه؟ كشفت قضي 4 ايام. قالوا لك 4 ايام؟ طب احكي لنا بقى انت قبل ما تيجي المستشفى كان ايه وضعك؟ حكيت لحضرتك قبل كده. قولي لي. عشان مصطفى جوزي طلعني والإصابة اللي خدت نفسي أعرف بنام في الشارع وقعدت أخاف معاه وبس. وأنت حامل دلوقتي في الشهر الكام؟ 9. قعدت بقالك قد إيه نايمة في الشارع؟ أسبوع وأربع خمس أيام. كام؟ أسبوع وأربع خمس أيام. طيب التحرك بقى من مستشفى المنيرة وقابلت المدير الإداري قال لك إيه؟ قال لي تيجي تقولي في عادك. تيجي تقولي في عادك. قال لي حدد لك يوم اقصد يعني؟ لا ما عاد 4 ايام، ممكن كفايه كده؟ كده كفايه. احنا مع الحاجه هناء، هي دلوقتي في حاله طبعا زي ما حضراتكم شايفين من النوم في الشارع في البرد بقالها اسبوع. احنا حاولنا نتواصل مع العديد من المسؤولين وبالفعل تمت الاستجابه من مستشفى المنيره وتوجهنا ليها دلوقتي، وهي معانا بعد ما تم الكشف عليها وحددوا لها ميعاد للولاده بعد 5 ايام، وتم مقابلتها مع المدير الاداري والاطباء، وزي ما حضراتكم شايفين هي مش قادره طبعا تتكلم نظرا لبروده الجو ووضعها الصحي الصعب طبعا، فهنحاول ان احنا نكون معاها لحظه بلحظه. إن طبعا وزارة التضامن الاجتماعي وتمت الاستجابة لطلباتها. مفيش فايدة. انت محتاجة ايه دلوقتي بقى بعد ما احنا خلصنا كشف في المستشفى المنيرة؟ تمام. زي ما هي حضراتكم شايفين هي طبعا مرهقة وتعبانة جدا، وهيتم التواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي. ومكمل مكمل مكمل ما مش بيفسد خالص، ويتم نقلها دور الرعاية. لا حول ولا قوة. دي أول جريدة، أوريكم بس الجريدة التانية عملت إيه. طبعا هي عانت، هنحكي لحضراتكم قصتها ببساطة. هي بتقول هي من المنيا،
المذيع مكمل في الكلام والحديث. تزوجت وانفصلت عن زوجها الصحفي وليها بنت واحده عشان الموضوع يبقى ترند. واللي في الاخر نقزهم تضامن اجتماعي. وصلت تضامن اجتماعي طبعا احنا دلوقتي بالظبط يعني اسمها خارج الشارع هي اللي نقصتهم. وانا هقول لكم ازاي لو عايزين تنقذوا حد تعملوا معاه ايه بالظبط. وتم معاملتها معامله حسنه وتحت رعايه واشراف الاطباء. ده اول فيديو تمام. ده اول فيديو. تعال نجيب بقى تاني فيديو. واحد اهو بيتكلم من ماسك ورقه بيجيب لها الروشته كتر خيرك كده روح. طبعا ده الناس طبعا دلوقتي انت خلاص بداوا ان انت هم جزمتك في العربيه فوق دماغي من فوق تمام والله العظيم احنا طبعا انت جزمتك فوق دماغي لانك انت فعلا بتتاجر مع ربنا ونعمل نعمل متاجره مش موضوع شو يا جماعه ولا موضوع اي حاجه. والراجل هو بيتكلم اهو زي ما انتم شايفين تعالوا اسمعوه بس. اهم فيديو من الاثنين دول ان جم بقى بصوا بقى الراجل لابس اخضر ده بقى تاجا وظهره للكاميرا هياخد الست وهيروح يحطها في مكان اسمه المرأة المعنفة هتقعد فيه لحد ما تولد وتضع مولودها ويحسنوا الوضع بتاعها وربنا يكرمها في اللي جاي. بس انا عايز اقول لجوزها حاجة حسبي الله ونعم الوكيل فيك ان انت ترمي سواء انت متجوزة وجوزها رماها سواء ان هي قاعدة في الشارع ودي الظروف اللي حكمت عليها بده ايا كانت الاسباب حسبي الله ونعم الوكيل في اي حد عايز يعتدي على بني ادم وما يتحملش نتيجة اللي عمله. طالما انت تزوجت او طالما ان انت عايز تبني اسره تبنيها للاخر. لو طلقتها ما تطلقش عيالك معاها. خلينا متفقين على كده. بلاش تدفعوا عيالنا تمن غلطتنا احنا. لو غلطتك زي ما انت بتقول او انت شايف ان هي غلطه ما تدفعش عليك التمن. اكرمها لاجل اولادك. مش روح تتجوز تاني وتطلق اهلك مع مراتك. الوضع بقى صعب. خلينا بقى نقول بقى ازاي انتوا لو عايزين تخدموا الناس دي يا جماعه اللي في الشارع اهم حاجه يكون عندهم الرغبه الاساسيه ان هم يقعدوا في مكان بمعنى ادق. لو حد قاعد في الشارع بيتسول او عايز ياخد فلوس يلم فلوس وعنده اسره من محافظه تانية. في ناس على فكره بتيجي من محافظه تانية تيجي هنا تسترزق وتاخد تبعت الفلوس في البوسطه للناس وعارفين كل الكلام ده وبيباتوا في الشارع وكل الكلام ده بس ليهم بيت وليهم اسره. دول مش هيقعدوا في مكان لان هم هنا عاملين تارجت في موضوع الرزق. في ناس تانية الظروف حكم عليها ان هي تقعد في الشارع دي حاجه تانية. انا بتكلم بقى عن الناس اللي هي الظروف حكمت عليها في الشارع تعمل ايه. تخش على منظومه الشكاوي الحكوميه بتعمل طلب او شكوى ان بتحط المواصفات بتاعت السيده وبتحط المكان بتاعها وتقول مكان الرصد وتحط علامه مميزه وتحط رقم تليفونك عشان خاطر لما الفريق اللي انتوا شفتوه ده يروح يتعامل مع السيده يعرف يكون الامور معاه سهله. اول ما بيروح ما ينفعش ما يردش على البلاغ بتاع حضرتك بيروح. ولو رغبتها الاساسيه ان هي تقعد في مكان بيتم اصطحابها الى مكان مجاني على حساب الدوله ويتحط فيه. طب في ناس قاعده في الشارع دي مش عايزه تروح المكان. الاغلبيه مش عايزه تروح اماكن لان هي ده اكل عيشها. وانا اتعاملت مع ناس كتير قوي نفس المنوال ده مش حابه ان هي تقعد في اماكن حابه ان هي تسترزق. عايز تساعدها تديها فلوس اوكي مفيش اي مشكله ما عندكش شكرا ليك جدا سيبني في حالي وامشي. اتمنى كفايه نتاجر بالغلابه اكتر من كده. عايزين تساعدوهم ساعدوهم عايزين تصوروهم صوروهم بس باذنهم. لو لقيتوهم نايمين ما تصحهمش سيبوهم نايمين. لو نايمين سيبوهم نايمين. صور فيديو يا عم بتاعك وهم نايمين متغطيين في عز التلج اللي انت فيه ده. مش لازم ترفع البطانيه عشان هي تاخد لطشه هواء ويجي لها دور برد وحضرتك تصور الفيديو. لا صور الفيديو بتاعك ما فيش مشكله طالما انت قاعد تساعدها وناوي جوه منك ان انت تساعدها صور ما فيش اي مشكله. ولكن احترم رغبة اللي قاعد في الشارع دول. الغلابة دول ما تجوش عليهم. ما تجوش على الغلابة اكتر من كده. يتساعدوهم يتسبوهم في حالهم. والموقف بتاع اللي احنا شفنا كده في الفيديوهات انا ضده وارفضه
وبجد لازم ياخدوا كورس في التعامل مع ازاي يتعاملوا مع البشر، لان اللي هم عملوه ده خطأ مهني جامد جدا، خطأ مهني كبير وممكن ما يتعداش. مش طول عليكم اكتر من كده، والسلام عليكم.